نسبة نجاح أي مشروع بعد توفيق ربنا هم حاجتين، يا التسويق الناجح يا الخبرة العالية. التسويق طبعا وكلنا عارفين كل أساليب التسويق، أما الخبرة العالية بتنفعك إنك بتنقذ نفسك لأي موقف أو أي ظرف بيحصل، بيبقى عندك حسن التصرف بيه. بس خليني أقولك إن مشروع النهاردة أسهل مما يمكن ومش محتاج للشرطين دول، ولمجرد بس اللي أنت عندك محل في مكان حيوي أو في منطقة شعبية، المشروع ده بينجح بشكل كبير وبنسبة عالية، إن كل اللي منفذينه نجحوه. حتى لو أنت منفذ المشروع ده جنب حد فاتح نفس النشاط أو بالقرب من كذا حد فاتح النشاط، بتبدأ إن أنت برضه تنفذه وبينجح بشكل كبير. مشروع النهاردة اقل صافي ربح ممكن ان هو يجنه لك شهريا 15000 جنيه لمجرد ان انت منفذه وبابسط الادوات انا مقدمه لك. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم اخوكم عبد العزيز. يا ريت قبل ما نبدا الفيديو كده تنزل تدوس سبسكرايب اشتراك في القناه ولايك للفيديو عشان يوصل لاكبر قدر من الناس تستفيد بافكار المشروعات اللي بنقدمها عندنا في القناه. وعملت لكم قناه تانية فيها منوعات كده وحاجات ترفيهيه وحاجات حلوه، هتلاقوا اللينك في صندوق الوصف، يا ريت تنزلوا وتشتركوا فيه. مشروعنا النهارده مشروع بيع الاسماك المجمده، الاسماك اللي جايه مستورده من بره وبتجينا هنا مجمده، بنبدا ان احنا نعرضها في الاسواق. الاسماك دي بتيجي من البلاد الاوروبيه، بتيجي متغلفه في كراتين، بتيجي مجمده. اول حاجه في ادوات مشروعك انك يبقى عندك محل في منطقه حيويه او في منطقه شعبيه، وصدقني المجال ده حتى لو انت فتحته جنب حد منفذه، صدقني المجال ده بيبقى في السوق او في المكان 3 او 4 او 5 منفذين نفس المشروع وكلهم بيبيعوا كميات كبيره جدا من نفس المنتج. بعد المحل طبعا المحل ده هتبدا ان انت تجهزه، يبقى عندك فيه ديب فريزر كبير، مش الديب الفريزر بتاع المنازل، بيبقى ديب فريزر كبير كده بيبقى مخصوص للحوم وللاسماك. يبقى عندك ترابيزه عرض استانلس، ترابيزه العرض دي ممكن انت تعملها عند اي حد بتاع حداده، تقول له انا عايز ترابيزه اعرض عليها انواع الاسماك، هو من نفسه تلقائي عارف الاحجام وعارف المقاسات، هيجي ياخد المقاسات ويعملها لك في مسافه 3 4 ايام هتلاقيه مجهز لك الترابيزه بتاعه العرض. ترابيزه عاديه جدا بيبقى استانلس كده وشكلها نظيف وآدمي، تعرض عليها الأسماك. لازم يبقى عندك أكياس للبيع وميزان إلكتروني. ميزان إلكتروني هتشتريه من محلات الموازين. الميزان الإلكتروني دوت بيبقى ميزان 10 كيلو، تجيب الميزان ال 10 كيلو هو أكتر ميزان هينفعك في مشروع النهارده. بس دي كل أدوات المشروع. طيب بالنسبة لأنواع الأسماك، أنواع الأسماك دي بتنقسم لنوعين، أولهم النوع المستورد وثانيهم النوع البلدي. النوع المستورد إن هو الماكريل والتونة والمازلي والبلدي، الاربع انواع دول صدقوني بيمشوا بشكل كبير جدا في الاسواق ومطلوبين من قديم الازل. ويمكن اليومين دول بدات الناس كمان، معظم الناس اللي بتشتغل في الاسماك البلدي والاسماك اللي هي الغاليه زي الجمبري وزي الكابوريا وزي الحاجات دي، تحول نشاطها لانواع الاسماك دي لرخص ثمنها، ثمنها رخيص جدا في متناول الجميع، واللذة طعمها بتتعمل بطرق كتير جدا. دي بالنسبه للاربع انواع المستورده. اما للانواع البلدي اللي انت ممكن تشتغل فيهم المحلية، ممكن ان انت تشتغل تدرج معهم السردين او السلمون او الكاليماري اللي هو زي السبيت او البربون او الدينيس او القاروس او بلح البحر، وكمان ممكن ان انت تبيع معهم السمك البلطي. السمك البلطي ده انا عايز اقولك ان هو السمك الشعبي بتاع اي شعب، مشهور وبيتباع منه كميات كبيرة جدا. اما بالنسبة لدراسة الجدوى اللي انا جايبها لك في مشروع النهاردة، دراسة مبسطة بشكل كبير. هتقولي ازاي مبسطة؟ هقولك النهاردة انواع السمك، كل نوع سمك وليه سعر. يعني الانواع اللي انا كلمتك فيها الانواع الاجنبية دي، السعر الحالي بتاع وقت نشر الفيديو بيتباع للمستهلك من 25 ل 40 جنيه. اما الانواع التانية بتبدأ من 40 جنيه 50 جنيه لو انت طالع، يعني في انواع منهم بتوصل ل 120 و 140 جنيه. طيب بالنسبة للانواع، الانواع زي ما احنا اتفقنا الانواع كلها بتجيلك من المستورد، بتجيبها كراتين الكرتونه كده بتتراوح من 10 ل 15 كيلو، وفي كراتين اقل وفي كراتين اكتر على حسب نوعيه السمك اللي انت جايبه من المستورد. طبعا انت هتاخد منه الكراتين سواء بالكرتونه، في موزعين او مستوردين بيبيعوا بالكرتونه، في موزعين ومستوردين بيبيعوا الاسماك دي بالكيلو. الاسعار زي ما اتفقنا بتتباع من 25 جنيه ل 40 جنيه. انا هتفق معاك اتفاق كده شخصي ان احنا هنكسب 8 جنيه. هتقول لي 8 جنيه ده صافي ربح بسيط جدا،
هقول لك جميل، ما انا عايزك تبدا جنب اي حد ممارس المجال دوت، عايزك تبدا بشراسه، يعني تبدا ان انت تنزل السوق كبير وتبدا ان انت تشهر نفسك بشكل كبير. صدقني من انجح اساليب التسويق لاي مجال انت بتفتحه جنب حد ممارس نفس المجال ان انت تنزل في السعر. انت كده بتعمل لنفسك دعايه وبتعمل لنفسك شهره مجانا وانت شغال وانت بتكسب، ما بتصرفش على الدعايه بتاعتك سوى انك بترخص من صافي الربح اللي انت بتكسبه في المنتج اللي انت عارضه. 8 جنيه في كل كيلو انت هتبيعه من الاسماك المجمده، اما الاسماك التانيه طبعا معاك حريه ان انت تحدد السعر اللي انت عايزه. برضو ما تافورش في صافي الربح بتاعك عشان النوع السمك ما يبقاش قاعد عندك، هتبيعه طبقا ما زي السوق ما بيبيعه. 8 جنيه لاي نوع سمك، لو ربنا كرمك بعت 50 كيلو سمك النهاردة اي حد، يعني لو اي حد مثلا شرى 2 كيلو 3 كيلو كيلو ونص في خلال مثلا 25 30 عميل او 30 زبون، انت كده بعت ال 50 كيلو. 50 كيلو في 8 جنيه صافي الربح، انت كده وفرت لنفسك 400 جنيه يوميا لمجرد ان انت بعت 50 كيلو كل كيلو كسبت فيه 8 جنيه. لو بعت 70 كيلو ف 70 كيلو في 8 جنيه صفوا لك صافي ربح 560 جنيه. لو ربنا كرمك بعت 100 كيلو صدقني ما تستكترش ان انت تبيع 100 كيلو، انت ممكن النهارده لو حطيت 10 انواع اسماك كل نوع فيه 10 كيلو فانت عارض قدامك 100 كيلو، يعني 100 كيلو بالنسبه لتاجر سمك تعتبر وزنه مش كبيره او يعتبر ميزان مش كبير. النهارده بيع 100 كيلو سمك بالنسبه لاي محل من المحلات اللي في منطقه شعبيه او في المناطق الحيويه اللي بيمشي فيها المأكولات دي، بالنسبه لك ميزان زي ده او وزنه زي دي تعتبر وزنه متوسطه. وبرده يا جماعه بنكرر زي ما بنقول في اي فيديو ان احنا ما بنحددش رزق، بس بنديلك اقل صافي ربح بالنسبه لاي مجال او اي مشروع بنعرضه عندنا في القناه عشان تعرف ان اقل صافي ربح من مجال زي ده ممكن ان هو يعود عليك بكام. زي ما قلت لك ان ميزانه او وزنه 100 كيلو ممكن تدخل لك 800 جنيه لمجرد ان انت بعت 100 كيلو سمك من الانواع اللي انا قلت لك عليها، كل كيلو بتكسب فيه 8 جنيه. ممكن كمان ان انت تعمل حاجه حلوه هتعود عليك بصافي ربح اعلى من اللي انا وعدتك بيه، اللي هي اللي انت تعمل عندك نظام الوجبات، بس ده هيحتاج ان انت تشغل عندك اي حد طباخ بيعرف يطبخ الاسماك بخلطه حلوه وبحرفه عاليه. هتبدا ان انت تشغله عندك، اي نعم اليوميه بتاعته او الاجر بتاعه بيبقى عالي، بس تشتغل نظام وجبات بالاضافه للبيع بالكيلو، يعني انت هتبيع بالكيلو بس هتشغل عندك الشيف او الطباخ دوت، اي طباخ مش شرط شيف يعني محترف بشكل عالي، بس لمجرد ان هو بيعرف ينظف الاسماك ويطبخها بشكل لذيذ وبخلطه وبحرفه عاليه. هتبدا ان انت تشغله وتعمل مثلا وجبات، الوجبه ب 30 جنيه او الوجبه ب 25 جنيه. الوجبه بتبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن علبه سلطه خضراء وطبق رز وقطعتين من السمك او مثلا وحدتين سمك، دي الوجبه. الوجبه دي بتبقى مكلفاك مثلا حوالي 12 جنيه او 13 جنيه، انت بتبيعها ب 30 جنيه لو ربنا كرمك. برضو احنا ما بنحددش رزق يا جماعه، بس احنا بنعرفكم ان اي مجال زي دوت ممكن ان هو يبقى فيه كذا طريقه من الطرق بتاعت كسب الربح. لو ربنا كرمك مثلا في اليوم بعت لك 10 وجبات او 15 وجبه فده صافي ربح تاني خالص غير صافي الربح بتاع البيع الاسماك اللي هي المجمده. طيب هتقول لي بالنسبه للمصاريف اللي انا هصرفها على مشروع زي ده عشان ابدا اشتغل فيه وابدا فيه بحرفه عاليه، احنا طبعا قلنا الادوات بتاعت مشروعك اللي انت هتشتريها وتبدا تبقى معاك بشكل مستديم. اما بالنسبه للمصاريف الشهريه المتوقعه لمشروع زي دوت عشان تبدا ان انت تشتغل فيه بحرفه عاليه، فانت هتعمل حسابك كده في حسبه 4 او 5000 جنيه تخصمهم من صافي الربح الشهري بتاعك. طيب هتخصم 5000 جنيه ليه؟ هتعمل حسابك في خصم الكهرباء، الديب فريزر والثلاجات اللي انت هتسيبها في المحل اثناء ما انت بتخزن الاسماك بالليل، دي بتسحب كهرباء عاليه. تبدا ان انت برضو وانت بتشتريها تجيب حاجات موفره للكهرباء شويه، بس الحاجات دي برضو حتى الموفر منها بيسحب كهرباء عاليه، الديب فريزر بالذات. هتبدا ان انت تخصم ثمن العامل اللي هو بيساعدك، طبعا في محل زي ده انت محتاج معاك واحد، الواحد ده يا الطباخ تجيبه وتبدا ان انت تحاسبه ان هو يشتغل طباخ وعامل معاك، يا اما ان انت تجيب عامل صغير في حدود مثلا 20 سنه يبدا ان هو يعونك على المشروع ويساعدك على المشروع. طبعا ده غير ايجار المحل اللي انت هتبدا تشتغل فيه، لو المحل بتاعك احنا كده تمام، لكن لو المحل مش بتاعك طبعا هيحتاج ايجار، بالذات ان ده محل في مكان حيوي ومكان
فارق. يعني مشروع زي دوت انا شايف ان هو لاي حد ما عندهوش خبره في اي مجال ممكن ان هو ينفذه. ده مش وبس، ده في كمان ناس بتنفذ مشروع وجبات الاسماك والوجبات السريعه دي من المنزل، بتبدأ ان هي تفتح صفحة على الفيسبوك وتبدأ ان هي تعمل الوجبات دي وتصورها وتنزلها وتعمل لها اعلانات ممولة، وبيجي لها طبعا طلبات ان الوجبة دي مثلا ب20، الوجبة دي ب25، الوجبة دي ب30، من السيدات طبعا بتاعت المنازل والشباب والبنات بيبدأوا ان هو ينفذوا المشروع زي ده من البيت. تبدأ ان انت تجيب الاسماك من الاسواق وتجهزها بالخلطات طبعا اللي بقت متوفرة في جميع الاسواق، وتبدأ ان انت تعملها على هيئة وجبات وتصورها وترفعها على مواقع التواصل الاجتماعي. اي حد عايز ان هو يجيب وجبة او ينزل مثلا مش عارف ان هو يتغدى ايه مثلا، او عايز وجبة، بيبدأ ان هو يتصل بيك يقول لك مثلا ابعت لي وجبتين، ابعت لي 3 وجبات، ابعت لي 4 وجبات، على حسب طلبه وعلى حسب ما بيطلب منك. وبكده يبقى انتهى مشروعنا وانتهت حلقتنا. لو عجبك ما تنساش تسيب لي رأيك في الكومنتات، وانا ببقى سعيد جدا بالتواصل معاكم، عشان انتوا زي ما انتوا عارفين طبعا انتم انا بعتبركم اخواتي واسره قناتي، ومرحب باي كومنت تسيبهولي، حتى يا سيدي لو كومنت سلبي انا مرحب بالكومنت بتاعك. وبكده يبقى انتهى حلقتنا، ان شاء الله باذن الله اشوفكم في حلقه جديده. مع السلامه.